أنا مفرح الشمري، رئيس الصفحة الفنية في جريدة الأنباء الكويتية، متواجد حاليا في إمارة دبي لتغطية فعاليات أنشطة مهرجان الخليج السينمائي في دورته الخامسة، اللي يتضمن حوالي 155 فيلم من أصل 1205 تم انتقائهم اللجنة المنظمة للمهرجان للمشاركة في مسابقات المهرجان اللي متوزعة على فئتين، فئة مسابقة الأفلام القصيرة وفئة المسابقة الدولية. طبعا انطباعي على حفل الافتتاح، حفل الافتتاح كان شيء احنا متوقعينه من اللجنة المنظمة ان يكون بهذا الابهار وهذه الجمالية، اللي للأمانة يعني خلتنا نشعر كأننا احنا في مهرجان عالمي، وهذا بفضل الله ثم بفضل القائمين على هذا المهرجان والراعي والداعم لهذا المهرجان الشيخ ماجد بن محمد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون. نتمنى كل التوفيق حق المشاركة الكويتية اللي تتضمن 6 أفلام، طبعا وهذه الأفلام مواضيعها مختلفة. نتمنى التوفيق لمخرجين دولة الكويت بالإضافة إلى مخرجين الدول المشاركة. كلمة شكر وعرفان حق موقع مجلة صور الكويت على هذا الجهد المبذول من قبل صاحب الموقع المصور أخونا حسين القروي على هذا الجهد وعلى هذا التميز في اختيار الصور الجميلة وإبرازها لجمهور مجلة صور الكويت لمشاهدتها ومتابعتها، وهذه الصور تخليك كأنك أنت في المهرجان. هذا شكر من القلب للقلب دون مجاملة. تمنياتي لكم بالتوفيق، نشوفكم في مهرجان الخليج السينمائي 6. شكرا.